السلام عليكم ورحمة الله. كان الربا رائجا في الجاهلية بين الأفراد وبين القبائل، ولك أن تعلم أن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلف في الربا، وكذلك كان يفعل عثمان بن عفان وخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. وكان بين القبائل في الجاهلية ربا، كما كان الحال بين ثقيف من الطائف وبني مخزوم. ثم جاء الإسلام بخير الأحكام وأمر المؤمنين بأن يذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله، خافوا الله وراقبوه فيما تفعلون، فالإيمان والتقوى لا ينفصلان، وإيمان بلا تقوى لا جدوى ولا فائدة منه. والتقوى هو أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذاب الله والنار وقاية. وذروا ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم قبل تحريم الربا. والفعل ذرو في اللغة العربية هو ترك مقرون بالاحتقار وعدم الاهتمام. إن كنتم مؤمنين بالله حقا قولا وعملا، وإن كنتم منقادين لله بما شرع لكم من تحليل البيع وتحريم الربا، فسارع المؤمنون وذروا ما بقي من الربا وسمعوا وأطاعوا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.